دابا تنوضو بكري شويه باش على حسب الحريره، وقلت مالي ما نعود نبقى بلا ما نوض كاع بكري، نبقى ندير المسائل ديالي في الليل، نبقى نقاد في الليل بحال ديك مطيشه، بحال الربيع، بحال اي حاجه نقادها في الليل باش نربح الوقت. الناحيه تبعنا الحريره، تبعنا البتيبان، تبعنا سميتو المسمن، تبعنا شلال الحوايج، قلنا باش نطبعنا البيض، نسلقوا البيض، داكشي باش قلت انا اللهم نعود ندير بالليل باش يخفف عليا، باش يلا نكملوا مع ديك الربعه، ربعه ونص نكملوا عاد باش ندفعوا للدراري الاخرين باش لي تيبالو على برا. عاد حنايا نبقاو نغسلوا الطناجر، نسيقوا البلاصه وكل شيء، عاد باش نمشي انا للدار، نطلع للفوق ندير الفطر لولادي باش ما يحسوا بيا بينا هو خارج انا من الدار. انا دابا 7 سنين، دابا 7 سنين، دابا الحمد لله راه لحقنا 1001 دابا، وحنا دوكا تنترجاو في الله وفي المحسنين يعاونونا على حسب سميتو، غير شويه عاونا حيت ان كله غالي، ودابا مع الناس يجوا على حساب تندفع لهم ديك 1000 ياك، وتا يجوا الناس اخرين وما تنبغيش نخليهم يمشوا بلاش، داكشي باش قلت انايا باش يعاونونا المحسنين ان شاء الله، واخا او بالكثير او بالقليل او بالدعوات اللي بغينا فيهم. انا الفرحه تعتيرات زعما فرحانه وفي واحد الاجتهاد زعما، وما الحمد لله ما تنحس بتا حاجه، انا حيت يمشوا كلهم داير الفطور ديالهم وضاحكين ولاعبين، هذيك هي الدنيا وعندي انا ما فيها. ومشات المرضى في هذا رمضان، مشات المرضى الحمد لله الحمد لله، الله يعطيك الخير. انا دابا تنصح الناس بحالي بحال هكذايا يديروا اليد في اليد، ان الناس بزاف محتاجين، ان نتعاونوا ياك، نتعاونوا على هذا الخير، الناس محتاجين، كاين اللي جاي بعيد، كاين اللي جاي من زكره، كاين اللي جاي من طاطا، كاين اللي جاي محتاجين مساكن بزاف، محتاجين، كاين اللي جاي بعيد زعما محتاجين بزاف، ومع هاد الغلا دابا، انا دابا راه انايا انا دابا اللي في السلام تندير هاد الافطار، انا كلهم اوقفوا، انا مع هاد الغلا ومع هاد سميتو صافي ما بقاوش الناس يزعموا. ايوا انا بحال ولادي ان شاء الله، هي بحال ولادي الحمد لله، يمتع عليهم غالي يوصل هاد الشهر، وانت يا نزعم يمتع عليا غير نوصل هاد الشهر ان شاء الله باش نفرحهم حتى هما يا بحال ولادي، والحمد لله اللي كليتها انا في داري مع ولادي تاكلها حتى هما الحمد لله. الحمد لله، يعني كما تشوفوا فاطمه القراوي هي الوالده ديالي اللي هي المشرفه على هذا الافطار الرمضاني، اللي الحمد لله يعني السنه السابعه اللي تنقوموا بها في جمعيه سند الاجيال اكادير، والحمد لله يعني تستهدفوا مجموعه من 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 الطلبه سواء المغاربه سواء الافارقه، كذلك عابري السبيل، كذلك الاشخاص في وضعيه صعبه والاسر المعوزه، والحمد لله هادشي تيدخل واحد الفرحه كبيره على تقريبا تنقوموا باعداد وتوزيع اكثر من 1000 وجبه افطار بشكل يومي، يعني كل يوم حنا هذاك، يعني واخا عندنا الضغط ديال يعني الاسعار كاين بزاف الغلا بزاف وداك الشيء، ولكن الله يحسن العوان كنا بغينا نديروا اكثر، حنا بغينا نديروا اكثر 2000 3000 الوالده فيها الحماس، واحد الحماس تبارك الله عليها، بغات دير شحال من حاجه بغات دير شحال من حاجه، ولكن للاسف ما كاينش ديك الماده الاساسيه ولا دوك المواد اللي خاصينا باش نكملوا ديك 3000، يعني راه شحال من واحد هنا تقريبا راه هذا العام تتميز تبارك الله يعني شحال من جمعيه وقفت ذاك الافطار الجماعي، حنا يعني حنا هذا حي السلام هو اللي معروف بحي الطلبه هنا حدا بالقرب من جامعه بن زور، حنا الحمد لله يعني تنقوموا بها بكل عام، وبغينا تيجون لنا والله الا تيجون لنا 1000 3000 4000 واحد، ولكن للاسف حنا قادين على 1000، كنت لقينا الناس المحسنين يتعاونوا معنا ان شاء الله، علاش لا نوصلوا حنا 2000 3000 4000 ونفرحوا هذوك الناس اللي تيرجعوا وتيبقى فينا الحال، يعني والله الا تنحيدوها من عندنا حنا باش نعطوها ليه باش ما يرجعش خاوي، والحمد لله نتمنوا ان شاء الله هذا النداء يوصل للمحسنين سواء داخل مدينه اكادير وداخل الوطن المملكه المغربيه وخارج المغرب. صراحة الله الحاجة ديرنا كأفراد من أفراد العائلة ديالها بحال ولدها، يعني كترحب بينا بواحد صدر واسع وبواحد البشاشة وبواحد يعني
كديرك بحالك ما كتفرقش بين هذا راه غريب غير جاي تواع ولا شي حاجه، لا كتقول بحالك بحال ولادي ولا شي حاجه. الشيء اللي كيخليها ديما انها تكون حيويه بالعمل ديالها بالجديه ديالها وكل شيء، لانها كتقوم تتفيق مع الصباح باش توفر طيب الحريره وداك الشيء يعني، وكذلك انها كتكمل هنايا العمل ديالها التطوعي وكتطلع لفوق باش توفر حتى الابناء ديالها وجبه الافطار. يعني ما كديرش داك التمييز بين هذا راه ولدي وهذاك هذا كما قلت لك. كما كتشوف الطلبه عندنا هنايا راه جايين من زاكوره من ورزات من يعني مختلف المملكه باش يتعاونوا باش يوفروا هذاك القوت اليومي للطلبه اللي كيكونوا هنايا بعاد على الاهل ديالهم. وكذلك راه كنقوموا بطلبه كما قلت لك سواء مغاربه سواء افارقه اللي كيكونوا بعيدين على السكنه ديالهم. هذا كنشكروا باش كنزيدوا نحثوا المحسنين انهم يتعاونوا معنا. كنديروا هذه الوجبه ولكن كنلقاو واحد العجز باش حيت تيجيو عندنا طلبه اكثر من ديك 1000 اللي كيعيدوا نفرقوا. كتجي 2000 طالب 3000 طالب ولا 3000 عاب 3000 نتاع الناس اللي محتاج لهذا الافطار، ما كنلقاوش كيفاش نشدوا هذا العدد اللي كاين. هذا اللي كيخلينا اننا نطالبوا المحسنين من كافه ارجاء المملكه باش يتعاونوا معنا باش نوفروا واحد 3000 وجبه على الليله.